دائما القطعه الغاليه هي قيمتها فيها، فوتم تاخذ عمر حتى لو تدفع زايد، فتوفر انت اصلا وقت وتوفر المبلغ. والقطع التجاري تاخذه يمكن شويه ارخص، لكن ما يتم عندك يعني يمكن اشهر. قطع غيار، ملابس، تكمل احذيه الاصليه طبعا لان تدوم اكثر، تمام، و تحس انه اوكي يعني سعرها فيها، تمام. اما لما تاخذ مقلده او شيء كذي لا، فتره ولو هو المنتهي خربان عليك بطريق او سواء حق السياره او ايا كان، حتى المواد الغذائيه نفس النظام. بس الاصل طبعا لا، يعني يختلف وايد اشياء، وايد امور بالتاريخ، حتى بالطعم يمكن يختلف. زين، هذا بالنسبه حق المواد الغذائيه. اما بالنسبه للسيارات وغيرها كذي طبعا الاصلي مرتبه الاولى. انا اشتري كذي وكذي، يعني مثلا اشتري المغلده ليش؟ عشان اقدر اخذ اكبر كميه ممكنه. ممكن انا اشتري قطعه واحده غاليه خلاص ميزانيتي توقف، بعدين يعني اتم يعني ماسكتها طول الاشهر مثلا، وانا تعرف الحريم يحبون يعني يغيرون على طول، فاخذ لي كذا قطعه مغلده وتكون جوده ونوعيه اوكي، يعني درجه اولى مثلا اوكي، لكن اقدر اخذ اكثر من قطعه. والله افضل اشتري الاصلي صراحه، الاصلي الماتيريال الجوده يتم معك فتره طويله واكثر، اما التغيير حتى السنه كامله ما يتم معك ويخترب بسرعه، فالاصلي كل شيء اصلي زين، التقليد كلش مو زين صراحه، حتى لو كان مكلف البضاعه سعرها فيها.